أصيب الطفل البحريني محمد أحمد عبد العزيز البالغ 15 عاما بجروح خطيرة من رصاص انشطاري الشوزن أطلقته عليه مباشرة قوات مكافحة الشغب التي كانت تفرق تظاهرة في ضاحية في المنامة بعد تشييع الصحفي أحمد إسماعيل البالغ 22 عاما. جمعية الوفاق البحرينية كبرى تنظيمات المعارضة أوضحت أن رصاص الشوزن اخترق مناطق عدة من جسد الطفل محمد وقد نقل بوضع خطر إلى مستشفى السلمانية الطبي، إلا أن الطبيب المعاين نصح بنقله إلى المستشفى العسكري لإجراء عملية جراحية له، لكن قوات الأمن منعت ذلك بذريعة عدم وجود أوامر، ما اضطر الفريق الطبي إلى إدخاله لاحقا غرفة العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي. وذكرت الجمعية أن قوات الأمن توسعت في الأيام الأخيرة في استعمال الرصاص الانشطاري بحق المتظاهرين لمواجهة الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بالديمقراطية في مختلف مناطق البحرين، حيث أصيب عدد من المواطنين بهذه الطلقات بدلا من الاستجابة للمطالب الدولية بوقف استعمال القوة المفرطة ضد المواطنين. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية إلى إبداء إرادة حقيقية لإجراء إصلاحات سياسية تطالب بها فئات واسعة من الشعب البحريني.